قد جاءنا هذا البيان العاجل نقلا عن الصفحة الرسمية للرئيس السيسي، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا من أغلى رجالها. وإذ أعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان. إذن مشاهدينا الكرام، أعيد على حضراتكم قراءة هذا البيان العاجل الوارد من الصفحة الرسمية للرئيس السيسي، حيث قال الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أنعى ببالغ الحزن والأسى وفاة المغفور له الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، حيث فقدت الأمة العربية والإسلامية قائدا من أغلى رجالها. وإذ أعرب عن خالص التعازي لدولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا، كما أدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.